من جانبه اعتبر القيادي في الحشد الشعبي أبو علي الساعدي هذا المؤتمر انتصارا للأخوة العراقية ومنطلقا لعودة الأبرياء إلى ديارهم وعدم أخذهم بجريرة غيرهم من الأبرياء وأعداء الإنسانية. قضية ملف النازحين اليوم إن شاء الله بدأنا بموضوع السيد غريب، وإن شاء الله راح يكون كسابقاته من الملفات وعلى رأسها السلم المجتمعي والمصالحة الوطنية، وإن شاء الله جميع الأبرياء والنازحين راح تعود إلى مناطقها.